السلام عليكم إخواني، أهلا بكم اليوم في فيديو جديد حول مجال حساس ومهم وفيري إيسنشال إمبورتنت كروشال فاليبل، قل ما شئت. إنه كتاب أو من هم مجال منهجية البحث، الميثودولوجي يعني منهجية البحث، كيف تبحث، وبعض المستويات يسموه ساي سكيلز، مهارات الدراسة دخل فيها كذلك. المهم منهجية البحث يعني نقول لكم هو أهم موديول وأهم مجال في الدراسة الجامعية، خاصة في اللغات الأجنبية، وهو اللب، أهم من الجرامر وأهم من الليتفتة وأهم من مش عارف أنا الكل، يعني كل حاجة عندها قيمتها، لكن هذا هو لب الدراسة الجامعية. الجامعة تكون بحث بغض النظر عن مجال التخصص نتاعو. وهذا المجال يعني ثري وخصب، وفيه نظري وتطبيقي، وفيه الإحصاء، وفيه الكم، وفيه الكيف، يعني واسع ما شاء الله. من أهم خصائصه أنه يعني يعلمك كيف تبحث بطريقة منهجية، ليس عشوائية، طريقة منهجية توفر فيها الوقت، تكون طريقة صحيحة، توفر جهد، توفر المال كذلك. خطوات البحث كذلك بطريقة منهجية مرتبة ومنظمة، يعني the research process، كتب هذه تعلمها لك، تعطيها لك بالترتيب بالتنظيم. كذلك كتب تعطيك كذلك نظرة على تفصيلية على مناهج ونظريات البحث المعتمدة، the research approach، research approaches، يعني مناهج البحث، الكمية والكيفية، الوصفية، المهم إحصائية غير إحصائية وغيرها. كذلك تتنظر على طرائق وأدوات البحث المنهجية، يعني methods and tools of collecting data، كيف تبحث المعلومات، تجمع المعلومات، تجمع المعلومات، ترتبها وتعدلها، فهمنا. كذلك معلومات تعطيك كتب هذه حول استعمال الإحصاء والأرقام في البحوث، statistics، كيف تستخدم تخلق تخلي الظاهرة أو المشكل المطروح تحوله إلى أرقام خلال البحث نتاعك. وهذه أهم حاجة في البحث، ليس فقط الوصف. كذلك تنبك على أخطاء مهمة يجب تجنبها أثناء بحثك، سواء بحث دكتوراه أو ماجستير أو بحث حتى يعني في تبع المخبر بحث ولا معين ولا كذا. كذلك هذه الكتب تجمع لك بين نظرية وتطبيق في عدة مجالات بحثية، كما علم النفس، علم الاجتماعية، علم التربية وغيرها، لسانيات وغيرها. فقط نقول هنا ملاحظة أن المجال هذا تاع البحث العلمي والبحث المنهجي الأكاديمي يعني سيطر عليه الهنود. نعم الهنديين هم أبرع يعني من كتب في هذا المجال، كتب تاعهم يعني أشهر من النار على علم، كما يقولون. يعني اللي يحب يتمكن في هذا المجال تاع الميثودولوجي يرجع يقرا كتب الهنود، لانهم يعني ممتازين وبارعين في مجال نظري وتطبيقي. يعني المجال يعطيك حيثيات البحث واقسام مراحل البحث وطريقه البحث، ويعطيك كذلك الامور تاع الحسابات، الاحصاءات، في استعداد المستعدات، الاحتمالات وغيرها في هذا المجال. يعني ما شاء الله جمعوا بين الوجه النظريه والتطبيقيه. لذلك أهم كتب في هذا المجال هما ثلاث كتب، يعني مؤلفها في ثلاثة هنود، وهذه الكتب هذه يعني هي نمبر وان. كتقرأ أبدأ بكتب الثلاثة فقط، تبدأ بهذم روح بعد غيرهم، تحب توسع غيرهم بس أبدأ بهذم. كتاب الأول وهو كتاب Fundamental of Research Methodology and Statistics، أساسيات البحث العلمي والإحصائي، لمؤلفه يوغيش كومار سينغ. كتاب تاع سينغ هذا يعني كتاب رائع، مشي على شكل دروس منظمة في كل مجالات البحث، خطوات البحث، معلومات، مش عارف انايا، كل مرحلة المعلومة، مرحلة البحث، مراحل البحث، كل مرحلة بالتفصيل وبالشرح وبعناوين، يعني ما شاء الله مفصل بطريقة ممتازة وهائلة، فهمنا. سينغ هو الأول، يعني تنصنفوه
ثم بعده جينا كتاب سي آر كوثري كذلك عالم هندي آخر مؤلف كتاب Research Methodology Methods and Techniques منهج البحث يعني طرائقه وتقنيته. هنا كذلك كوثري كذلك أبدع في شرح كثير من الأمور بالتفصيل من خلال البحث طريقة البحث ووسائل البحث ومنهج البحث ذلك رائع جدا كتاب قيم جدا ومرجع لحد الآن لكل الأساتذة والبروفيسور الباحثين لا ينفكوا يرجعوا له دائما يرجعوا له. وكذلك الثالث كتاب هو كتاب كومار رانجيت كذلك كومار رانجيت كتاب ثاني هايل عنوان Research Methodology Step by Step Guide for Beginners يعني خطوة بخطوة للمبتدئين. كتاب هذا كذلك في نظرة شاملة على يعني مناهج البحث وخطوات البحث بأمثلة واقعية فيه أمور نظرية هائلة متوسعة في كذلك تطبيق إحصائيات في تطبيق إحصائيات في البحث نتاعك يعني كتب هذا الكتاب هذا بصفة خاصة يعني كتاب رائع كذلك. إذا خاوتي هذه المكتبة ثلاثة ممتازة وهي كتاب سينغ وكوثري ورانجيت هذول الأسماء الثلاثة هذه صدقوني أي يعني أرتيكل أو أي مقالة أو أي بحث لابد تلقوا من مراجعه كتب الثلاثة هذه جميعها ماشي واحد منها كل شيء تلقوها لكن الطالب يقرأها ويلخص أهم النقاط اللي فيها باش يرسخ. كتاب آخر كذلك مهم جدا ورائع كذلك في عرضه جاك على شكل lesson plans كذلك في تفصيل كذلك هايل وهو كتاب The Good Research Guide for Small Scale Social Research Projects لمؤلفه مارتين ديسكومبي. ديسكومبي كذلك كتاب تاعو هذا هايل وخاصة يتكلم على Research Methods وTools واستراتيجيز ومنظم سيرش تولز يعني خاصة طرق بحث جمع المعلومات كويشنير الانترفيو يعني بالتفصيل وانواع البحث كذلك مش عارف انا يا انواع البحث كيس ستاديز سيرفايز كل حاجة بالتفصيل ممل على شكل النقاط يعني رائع رائع جدا بعد كذلك هذا. وبعده كذلك عندي كتاب زولتان دورني كذلك عنوانه Research Methods in Applied Linguistics Quantitative and Mixed Methodologies. كتاب هذا في المنهجية ممتاز لماذا؟ لأنه ركز لك على الابروشز نتاع البحث الكمي والبحث النوعي والبحث المدمج بينهما. هنايا المؤلف هنايا يتوسع فيهم جدا ويتعمق فيهم جدا ويبين مزايا كل من البحث كواليتاتيف يعني بالتفصيل بإسهاب يعني هذا متخصص في الشيء في هذا الشيء هذا المجال. ثم اخيرا اخنيتني كتاب كذلك معروف مشهور لكوهين عنوانه Research Methods in Education يعني طرائق البحث في التعليم كذلك. هذا كتاب طويل وغني وثري بالعناصر تقدر تفتح حتى كتاب الكونتنت تاعو فهرس نتاعو تشوف اهم النقاط اللي يترك فيها في امثله كثيره واقعيه عليك كتاب هذا مليح امثله واقعيه كثيره في مجال التعليم بصفه خاصه كيفاش البحث يعني يدير في مجال التعليم مشاكل البحثية في مجال التعلم مشاكل الدراسة وغيرها. مؤلفه الأول هو كوهين وعدي كذلك مع مؤلف أخرين مثلا عنده فيه مانيون وفيه ماريسون. إذن خاوتي هذه أهم كتب كما قلنا المجال يسيطر عليه ويتربع عليه الهنود خاصة سينغ وكوثري ورانجيت بكتبهم وبعدهم كذلك كتب أخرى مليحة كما ديسكومبي وكذلك زولتان وكذلك كوهين لكن ابدا بسينغ وكوثري ورانجيت اقراهم كلهم حاول تقراهم تمكن نفسك في المجال هذا تطالع بقضيه الامور النظريه والتطبيقيه وتكون عندك قاعده متينه في البحث العلمي لانه البحث في الجامعه مبني على المنهجيه واي مجال ادب ثقافه حضاره يرجع المنهجيه واي مناقشه في الدكتوراه والماجستير ولا في الماستر دو راهم رقم واحد الاهتمام بالمنهجيه مثل المحتوى فهمنا. هذه أهم كتب طالب لكن سنة أولى ثانية يحاول أحيانا يعني يقرأ من الآن بس يكون في المجال هذا يكون مطلع فيه لأنه الهنود لما يركزوا في حاجة ويبعدوا فيها أعرف بذلك حاجة مهمة وحاجة حساسة وحاجة حيوية فهمنا. يعطيكم الصحة وشكرا وبارك الله فيكم.